جرى حفل تسليم السلطة بين السيد عزيز خنوش الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا للحكومة وسلفه السيد سعد الدين العثماني. وبهذه المناسبة هنأ السيد العثماني رئيس الحكومة الجديدة على ثقة الملكية السامية، متمنيا للحكومة الجديدة كامل العون والدعم، كما أعرب عن متمنياته للسيد خنوش بكامل التوفيق في أداء مهامه الجديدة خلال السنوات المقبلة. ومن جهته نوه السيد عزيز خنوش بخصال رئيس الحكومة السابق، مشيدا بالأجواء الجدية التي طبعت الاشتغال داخل الأغلبية الحكومية السابقة. كما هنأ السيد خنوش السيد العثماني على النجاح الذي ميز الحكومة السابقة التي أثمرت نتائج ومشاريع كبرى، وأشرفت على تنزيل أوراش اقتصادية واجتماعية تنموية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.